خلينا نروح للنادي الاهلي وتحديدا زميلنا محمد توفيق جاهز معانا من اهلي الجزيره نطمن على التمرينه اللي بدات من شويه ونطمن على اخبار الفريق ومين ممكن المباراه بتاعت ميديام. الحقيقه شهدت تالق عدد كبير جدا من النجوم في مقدمتهم زي ما انا اخترت واحد من نجوم المباراه طبعا كريم فؤاد ممكن جدا يكون بيشارك بكره، صلاح محسن فرصه قويه جدا. خلينا نقرب اكتر من التمرينه ونعرف اخر الاخبار من الزميل محمد توفيق. محمد مساء الخير. مساء الخير يا زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني بعد جوله او مواجهه ميدياما مستر كولر قرر انه مفيش وقت للراحه وبالتالي كان تمرين امبارح وتمرين النهارده، عايز اعرف منك اخبار التمرين النهارده ومين شارك فيها ومين ممكن يكون بعيد عن الصوره في مواجهه سموحه بكره ان شاء الله. بالفعل يا احمد زي ما انت قلت مفيش رفاهيه الوقت ومفيش وقت عشان تاخد راحه على طول من بعد مباراه ميديام الغاني، تخش على طول بقى في الملف المحلي ومباراه سموحه. كان سمعت طبعا مقدمتك على الماتش، ولكن طبعا كل الحاجات اللي انت بتقولها يا احمد دي بالعكس ده بتصعب المباراه بشكل كبير جدا. انت الناس كلها بتقابلك على انك البطل التاريخي للمسابقه وحامل اللقب، فكل الفرق حتى وان كانت اقل مستوى في المباراه الماضيه، ولكن طبعا عارفين كل الحوافز بتبقى قدام النادي الاهلي كبيره، كل اللاعبين وكل الانديه بتلعب قدام النادي الاهلي بصفته البطل، فاعتقد بيبقى مستوى كل الفرق مغاير امام النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله يكون التوفيق معانا والغلبه لينا وباذن الله تكون اضافه 3 نقاط جديده ان شاء الله تؤكد مكانه النادي الاهلي وصدارته لبطوله الدوري العام. زي ما انت قلت مفيش وقت على طول للجهاز الفني واصل التمرينات بدون راحه. التدريب كان بالامس طبعا كان تدريب للعناصر الاساسيه، كان مجرد تدريب استشفائي باقي العناصر يعني اتدربت التدريب بشكل كامل. النهارده كمان يا احمد يمكن كان في محاضره للجهاز الفني قبل المران مع اللاعبين اتكلم فيها عن كل الجوانب الفنيه وفريق سموحه منافس النادي الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله المقرر ليها 7 مساء على استاد المقاولون العرب. من بعدها على طول كان في كمان جلسه كده في ملعب التمرين اتكلم مستر مارسيل كولر عن اهميه هذه المرحله وغلق الملف الافريقي تماما والتركيز فقط في مباراه الغد امام سموحه. كابتن خالد بيبو كمان كان ليه حديث مع اللاعبين ويعني زي ما بنقول كده حمسهم ويحفزهم لتحقيق نتيجه ايجابيه باذن الله، عشان من بعدها على طول بقى نغلق زي ما انت قلت احنا عين على سموحه وعين على كمان يانج افريكانز ان شاء الله، عينينا على سموحة بس لحد بكره الساعه 9 باذن الله، ومن بعد 9 بكره ان شاء الله نبص على يانج افريكانز. يمكن التدريب النهارده يا احمد كان قوي جدا على طول التدريبات البدنيه بشكل كبير جدا، شارك جميع بقى اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا المباراه الماضيه وكمان اللاعبين اللي ما لعبوش كله الحمد لله شارك في المران بشكل اكثر من رائع. دلوقتي حالا وانا معاك على الهواء الجزء بقى الفني والتدريبات الفنيه، ومن بعدها ان شاء الله هتكون تقسيمه ما بين فريقين من اللاعبين، هيختتم بقى مستر مارسيل كولر تدريباته استعدادا لسموحه، ومن بعدها ان شاء الله الدخول في معسكر مغلق الليله بحث فنادق القاهره الجديده، وان شاء الله من بكره بقى على طول الاستعداد في فندق الاقامه على قدم وساق حتى التحرك لملعب المباراه في تمام الخامسه، يعني تاهبا ان شاء الله لبدء المباراه في تمام السابعه. ومعانا بقى دعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق واضافه 3 نقاط جديده ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن مباراه ميدياما شهدت عوده بعض الاسماء للمشاركه، بل مش بس المشاركه والتالق كمان منهم يمكن او ابرزهم كريم فؤاد. خلينا اسالك على حاله الاوراق اللي ممكن نكون محتاجينها مش بس الماتش سموحه ويانج افريكانز، لكن مشوار صعب في خلال ال 30 يوم اللي جايين بما فيهم طبعا مشاركه الاهلي في كاس العالم. اطمن منك على الدماء الجديده اللي ممكن تشهد مباراه سموحه عودتها مره ثانيه، عمرو السوليه، محمود متولي، يمكن شفت متولي بيتمرن من شويه او ظهر معانا على الشاشه، اكرم توفيق، كريم ندفد، علي معلول. حابب اطمنك في البدايه احمد على الفريق بشكل عام، الحمد لله حاله الفريق ككل اكثر من رائعه سواء البدنيه او الفنيه او كمان الناحيه النفسيه والاصرار والعزيمه على تحقيق نتيجه ايجابيه زي ما قلت لك قبل العوده مره اخرى للملف الافريقي. بطمنك على عمرو السوليه، يمكن عمرو السوليه تقريبا بقاله 4 أو 5 تمرينات مع الفريق بيقدم بشكل اكثر من رائع في موجود في التدريبات الجماعيه، كمان علي معلول دخل التدريبات الجماعيه، ولكن طبعا مشاركته هو عمرو السوليه من عدمها دي طبعا قرار اصيل للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر بالتفاهم والتعاون مع دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي. محمود متولي النهارده يمكن اكتفى بس ببعض التدريبات التاهيليه كده، يمكن كان في اجهاد الفتره اللي فاتت او اشتكى شكوى بسيطه كده، فالجهاز الفني فضل ان هو يجري بعض الفقرات كده من التدريب بشكل منفرد. باقي اللاعبين الدنيا ماشيه بشكل اكثر من رائع كويسه جدا. كمان بطمنك على انتوني موديس، يمكن اتكلمت مع دكتور احمد جاب الله فطمنا عليه بشكل كبير جدا، قريبا ان شاء الله هيكون في التدريبات الجماعيه، هو في مرحله التاهيل. كمان كريستو بيخوض بعض التدريبات التاهيليه والاستشفائيه، يمكن طبعا اللي بعيد قوي على الفتره دي عن التدريبات يمكن ان شاء الله على منتصف فبراير يكون موجود مع بقيه زملائه هو رضا تسليم، باستثناء كده كل اللاعبين قريبين الحمد لله من المشاركه في التدريبات الجماعيه ومن ثم كمان مشاركتهم في المباريات الرسميه.
الحمد لله كل الامور طيبه. يمكن بس هنفتقد طبعا بكره لجهود محمود عبد المنعم كهربا الموقوف محليا، ويمكن مودست لسه ممكن يكون بعد كده موجود في المباريات، باستثناء كده الحمد لله كل الفريق حالته زي ما قلت لك فنيا بدنيا معنويا والتركيز في المباراه اكثر من رائعه. يتبقى فقط بس توفيق ربنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله اداء مباراه كبيره تحقيق ثلاث نقاط ان شاء الله. ومن ثم ان شاء الله زي ما انت قلت يا احمد نبص بقى الملف الافريقي ومباراه يانج افريكان ان شاء الله. طيب معلش انا بس عايز اسمع منك او تعيد لي تاني الجزئيه الخاصه برضا سليم والمعلومات المتوفره عن حاله رضا ومدى امكانيه انه يكون مشارك مع او جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي مره ثانيه. بطمنك على رضا سليم، يمكن الاصابه طبعا كلنا عارفينها واتكلمنا فيها واجرى عمليه جراحيه الحمد لله يعني بنسبه نجاح 100%. يمكن كمان دكتور احمد جاب الله على طول تقريبا بيتكلم تقريبا شبه اسبوعيا بيتم اجراء اشعاعات على دراع رضا سليم. الحمد لله كل الاشعاعات والنتائج لحد دلوقتي اكثر من رائعه، الحمد لله بيستجيب للعلاج، الامور كلها مطمئنه ان شاء الله. بس هو زي ما قلنا مساله وقت بعد ما يخلص البرنامج التاهيلي والعلاج هيبقى بعد كده في كمان تدريبات استشفائيه ومن ثم هيخش واحده واحده في التدريبات كده. احنا يمكن الموضوع مشابه جدا لاصابه خالد عبد الفتاح، فيمكن احنا كمان بقينا متمارسين في نفس الاصابه، عرفنا البرنامج او التسلسل الطبيعي لمشاركته بعد البرنامج التاهيلي والعلاجي، بعد كده بيخش في مرحله من التدريبات الفرديه ومن ثم التدريبات الجماعيه، بيبقى بس اخر مرحله بعد الاطمئنان بشكل كامل من خلال الاشعاعات والتقارير الطبيه بيكون مشاركته في المباريات. ولكن زي ما كان دكتور احمد يعني ذكر من اول الاصابه واللي ماشيين بمعدلات كويسه جدا في البرنامج العلاجي ان شاء الله على منتصف نوفمبر يعني بعد العوده ان شاء الله من كاس الامم الافريقيه مره اخرى يكون رضا سليم موجود مع الفريق، وباذن الله يكون دعامه مهمه جدا من الدعامه الاساسيه فريق النادي الاهلي رب العالمين ان شاء الله باذن الله. يعني خساره الحقيقه، كان نفسنا وكنا نتمنى الحقيقه ان رضا يلحق يشارك قبل كاس العالم، وجوده كان هيكون واحد من الاوراق المهمه، لكن الموجودين يقدروا يسدوا ويقوموا بنفس الدور، وخصوصا ان هم اصحاب خبرات كبيره في المشاركه في مونديال الانديه في كاس العالم. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده.